السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة صيفية وفي متناول الجميع، وكتجي سهلة، كتعجب الكبار والصغار. تاكوس بجوج ديال اللحوم، غادي ندير بصدر ديال الدجاج وغادي ندير بالكفتة. صافي، نزيدوا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا تقريبا نقولوا واحد 500 حتى 600 غرام ديال صدر ديال الدجاج. عندي معلقه صغيره ديال الكوري حار. عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه ديال البزار، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الثوم بودره، وتقدروا تعوضوها بالثوم الثوم خضره. وعندي هنايا تشكيله ديال البهارات ديال الدجاج، ومليحة على حسب القياس، على حسب الذوق. عندي بصلة كبيرة مشلطة، عندي شوية ديال زيت الزيتون، وعندي شوية ديال الحامض باش غادي نديرو في التتبيلة. عندي هنايا قليل من الكفتة على حسب القياس اللي بغيتو. عندي درت شوية ديال البزار، شوية ديال الملح، راه لتحت، معلقة ديال الكمون صغيرة ما عمراش، ومعلقة نص معلقة ديال التحميرة، وشوية ديال الزعتر دائما وأبدا. وعندي هنايا شويه ديال زيت الزيتون فاش غادي نطيب. اي في هذه الوصفه غادي نقدم لكم واحد لا صوص فروماجير اللي كتجي هائله، سواء في الطاكوس ولا حتى في البيتزا، كتقدروا ديروها حتى في البيتزا. غادي نصايبها، نحاول نصايبها معكم في هذه الوصفه. صافي، دابا غادي ندوزو للتحضير ديال الدجاج الكفته، عاد غادي نكملوا بلا صوص فروماجير. صافي، هنايا في هاد المقله غادي ندير الدجاج اللي راني درت العطريه اللي وريتها لكم، ودرت صافي شرملتو الكفته باغي. هنا غادي ندير الدجاج، غادي ندير له بصيله كتشحر مع شويه ديال زيت الزيتون، وهنا الكفته غادي نطيبها، نخليها غير هكا كنطيبها غير بوحدها. اللي ما كيبغيش، كاين اللي كيبغي يخلط زوج ديال انواع ديال اللحم، بحال انا ما كنبغيش، انا كندير كاين اللي يبغي غير الكفته، كاين اللي يبغي غير الدجاج، سي بور سا كنخلط. صافي، هنا غادي نخلي البصله ديالي كتقلى شويه، انا غادي غير نقلب باش تجينا اسهل. فوالا، و غادي نوضع الكفته ديالي نخليها تقلى. صافي، هنايا كي شفتوا معايا راني كدرت خليت الكفته كتقلى غير مع زيت الزيتون بوحدها، وهنايا هي كتبدا تهبط هذيك البصيله ديالي. غادي نضيف كميه ديال الدجاج اللي عندي. صافي، هنايا ها هو الدجاج ديالي وجد، نخليه ينشف مزيان، باش خص اي حشوه غادي ديرها في الطاكوس خصها تكون ناشفه مزيان باش ما كتقطع عليناش هذاك الخبز ديال الطاكوس. صافي، وغادي نفوتو باش نديرو لاصوص فروماجير. عندي هنايا دو بريك ديال لا كريم ليكيد، كتساوي 40 سنتيلتر او 400 مليلتر. عندي هنايا 100 غرام تاع فروماج شيدار، و 100 غرام ديال ليمونطال غابي. صافي، هنايا غادي نبدي باش ندير لاصوص فروماجير ديالي. الوغ يا اون استوس سي كو غادي في الكاسرونه غادي ندير غير واحد الجغيمه ديال الماء باش ما تلصقليش لا كريم ديالي. صافي، وغادي ندير لا كريم ديالي، على 40 سنتيلتر 400 مليلتر، وغادي نخليوها، غادي نقص لها، ندير لها غير في النص، وغادي نخليها حتى تبدي تغلى ونرجع معكم. صافي، هنايا حتى كيغلى معانا هاد لا كريم، كتغلي ايبليسيون. صافي، غادي ندير فيها الشيدار وكنبدا نحرك. صافي، حتى كيذوب كومبليتمون، وغادي نزيد ليمونطال اللي راه عندي، ونفس الطريقه نخلط. صافي، ها نتوما كتجي معانا لا صوص فوماجير، كتجي هائلة. الو، هوب، كنوضع كمية من الدجاج، والدجاج انا ما درتش فيه الحر على حسب الدراري، نتوما اللي كيبغي الحر يزيد شوية السودانية ولا يزيد
ولا الهريسه ولا سيكون فول. انا عندي اصلا هذاك الكوري فيه الحار. شوف لا صوص فرماجه كتجي فنه فنه فنه. غادي نوضع القليل على ابخي التعمار ديال الطاكوس على حسب الذوق. فصافوار كو كاين اللي يعجبو الفرماج كاين اللي ما كيعجبوش. صافي غادي نبدا باش نشكل. انا درت هنا هي جبت غير البطاطوس ما درتش ليه في الموزون وغادي باش اكونباني الطاكوس ديالي. اللي بغى باش يخلط انا هنا راني درتها فريمون ناشفه على حسب ولادي ما كنبغيش ندير لهم تكون داكشي مزيت بزاف. غادي نوضع الكفته غادي نزيد شويه ديال الصوص فرماجير صافي. هنا غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى للطي كديروها وكتجبدوا الجهه الاخرى نفس الشيء هاب هاب. ها هو الطاكوس ديالي. انا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي بغيت دابا نشاركها معكم. انا ان شاء الله دابا ندير واحد الفيديو قريبا ان شاء الله ديال المملحات غادي تكون فيهم هذه الوصفه. غادي نقطع الخبز ديال الطاكوس وغادي ندير على شكل بريوه. هنا غادي ندير شويه ديال الدجاج صوص فرماجير. جربوها كتجي رائعه رائعه. صافي غادي نبقى ندورها بحال البريوه. ها انتم بحال البريوه و غادي نقطع ليكستريميتي حيد هاد الزوائد. ها انتم نزيد لاصوص فرماجير. الو راه الوصفه الاصليه ديال الطاكوس ما كيديروا فيها الفريت لداخل. انا ما كنديرها كاكومبانيوم وما كنبغيش نديرها للدراري في الداخل في الطاكوس وما كتعجبهمش في الانتيغيير كيبغيوها اكوتي. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم والى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. لايكيو الفيديو ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد والى الفيديو القادم ان شاء الله.